السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيتكم بوصفه جديده اللي هي وصفه الرز بالدجاج في الفرن على طريقتي. ان شاء الله الوصفه تنال اعجابكم. نقول لكم شكرا على جميع التعليقات تاعكم. خليكم على الفيديو. هذا هو الدجاج تاعنا بعد ما نقيناه. انا نحيلو دائما الجلده، ما نبغيش هذيك الجلده. هذا هو الدجاج تاعنا. نزيدو عليه ماء سخون، نديرو في الماء سخون والقارص ونعصرو عليه عصر حبة قارص. نعصر له حبة قارص، نخلوه لمدة 5 دقائق. نحطو في الماء سخون والقارص. هذا هو الدجاج تاعنا. نحيدلو هذاك الماء اللي كان فيه، هذاك الماء السخون اللي درنا له. نزيد عليه 3 فصوصات ثوم، الثوم كمية تاع الثوم يعني اختيارية، كاين اللي يحب بزاف الثوم كاين اللي ما يحبهاش. نزيد عليهم التوابل تاعنا، نزيد عليهم شويه توم بودره، توابل خاصه بالدجاج. اللي حاب يدير البابريكا يديرها باللحمه. نزيد عليهم شويه رز حانوت، كمون، شوية فلفل كحل. أعشاب منسمة، هنا عندي معدنوس ناشف، هذا معدنوس عادي، وهذا فيه الثوم. أنا نزيدهم في زوج. واللي عندها معدنوس ولا اعشاب منسمه اخرى تضيفها. انا هنا نزيد اعشاب منسمه، هادو اختياريه اللي يحب يضيفهم. نزيد عليهم شويه ملح، نزيد عليهم غرفه صغيره تاع ملح. نزيد الغرفه، نزيد عليهم غرفه تاع مكلة تاع خل فينيغر، هذا الخل تاع البصل، اي نوع من الخل متوفر عندك. ندخل مليح التوابل تاعنا في الدجاج، نمروا للتحضير. الرز في سنيوه ومع الخضر، مع الخضره تاعنا. كميه تاع الخضره والرز يعني اختياريه، الكميه اللي تحبيها، ماشي لازم ديري نفس الكميه اللي درت انا والدجاج ثاني، يعني كل واحد مقدور. تقدري ديريها بالدجاج ولا ديريها ثاني باللحم، اللي عنده اللحم اللي يفضل اللحم. ناخذ السنيوه تاعنا نديرو فيها 2 كيسات تاع الرز، كما قلت الكميه تاع الرز انت تحكمي فيها على حسب عدد الاشخاص تاع العائله تاعك، الكميه اللي حبيتيها. هنا قطعت 3 حبات زروديه، حبه بصل صغيره، نزيدوهم فوق الرز تاعنا. نزيدو عليهم الجلبانه، نزيد عليهم الجلبانه وفلفل الوان. الفلفل متوفر عندك تاع الالوان ولا الاخضر. هنا انا نزيد ندير التوابل تاعي، ديروا شويه كمون، ندير شويه راس الحانوت، راس الحانوت، نزيد شويه فلفل كحل. لا ما نكثرش بزاف باش ياكل معنا وليدي، يعني اللي يحب الحر دائما يضيف فيه الحر.
انا ما نديرش بزاف تاع الحر، الكمون، اعشاب المنسمه، المعدنوس بالثوم، هادو الزعتره، هذه زعتره، نزيد شويه معدنوس ناشف، نزيد لهم شويه ثوم بودره، غير شويه برك، ونزيد عليهم شويه تاع ملح. نزيد لهم مارك تاع زيت زيتون، وندير عليهم الماء عادي من الروبيني، ديروا لهم الماء حتى يطفى فوقهم. هذا هو الدجاج تاعنا اللي تبناه، نشدو الدجاج تاعنا نديروه في البلاطو، نستفوه مليح، نزيدو له الزيتيس، هاديك الطوم لي قعدت تما نزيدو عليها شويه ما، ندخلو مليح الدجاج تاعنا باش يطيب. هنا نحطو ورق الطبخ، طيب شنو تاعنا، نزيد عليها الألمنيوم، ندخلو السنيوة تاعنا في الفرن. هذا هو الدجاج تاعنا مع الرز، قاعد نخرجوه من الفرن، راه واجد. هذا هو الرز تاعنا، ما من الدجاج طاب يتفتت، جا طري وما جاش ناشف. مام الخضرة تاعنا طابت، ان شاء الله طبق اليوم ينال اعجابكم، نقول لكم شهية طيبة في فيديو اخر ان شاء الله. واللي مازال ما اشتركش في القناة تاعي نقول له دير اشتراك للقناة، فعل زر الجرس باش يلحقك كل جديد. شكرا لجميع المتتبعين والمتتبعات تاعي الجدد والقدم، شكرا على التعليقات تاعهم، نقول لهم شكرا على هذوك التعليقات شابين بزاف، بارك الله فيكم، بكم انتوما وبهذه التعليقات تاعكم نزيد نستمر ان شاء الله. سلام.